مها مسك دكتور احمد هيقول لنا في دقيقه صح؟ بالطبع صح؟ هيكلمنا عن الروبوتك ليفر ترانسبلانتيشن. مساء الخير، شكرا على الدعوه الكريمه. روبوتك ليفر ترانسبلانتيشن هي حاجه هنحاول نبتديها في مصر، لكن هي بدات بره مصر. كلام عام جدا ان الدونر سيفتي هي اهم حاجه، وبنحاول نقلل الدونر ده. هو مفيش روبوتك للريسيبيانت، هو للدونر. ليفر ريسكشن ان احنا ناخد الجرافت، دونر سيفتي، وفي نفس الوقت نقلل الامباكت اوف تروما السايكولوجيكال والفيسيولوجيكال عليه. القصه بدات بالانسيجنز الرهيبه دي، المرسيدس انسيجن ده الاوبن، وبعدين بقت ال، وبعدين بقت الميد لاين، وبعدين بقت خرمين. فين نقدر نشاور؟ والليفر ترانسبلانتيشن كعملية بتاخد وقت طويل جدا، 12 ساعة، لكن الدونر ممكن ياخد 5 إلى 6 ساعات، وساعات أقل لو سهل يعني. ليه بنقول روبوتك ليفر ترانسبلانتيشن؟ احنا بنبرفورم ادفانسد بروسيدور وذ ا بوتنشال فور امبروفد بريسيجن اند ارجونومكس از ويل اد 3 دايمنشنال فيو. والكلمة الصح هي روبوتك اسيستد. انا الكمبيوتر مش هيعمل لي محاضرة، لكن في ابلكيشنز تقدر تساعدني، في زراير اقدر اكتب بيها المحاضرة. وكذلك الروبوت، هو الروبوت مش هو اللي بيعمل العملية، اللي بيعمل العملية الجراح. الجراح هو اللي بيقوم بالعملية لكن بمساعدة الروبوت. احنا عندنا المينيمالي انفيزيف بروسيدرز هما اللابروسكوب، وده بقاله سنين طويلة جدا ومعروف، والروبوت هو الجديد. هما شبه بعض لكن في تطورات. الاثنين بيشير بنفيتس، وهي انه كوزمتيكالي احسن، بين وموربيديتي اقل، ايرلي ريكفري، وبالتالي بيتر كواليتي اوف لايف. الصور دي اي ده ال الاوبن سيرجري، بي ده اللاباروسكوبيك، وسي ده الروبوتيك، والاثنين ما يفرقوش كتير عن بعض. هنلاقي الروبوتيك من اللاباروسكوبي بيفرقوا من بعض في شويه حاجات خاصه بالتكنيكاليتيز هنتخطاها، لكن هنقول ان الاثنين محتاجين ليرنينج كيرف. عيب اللابروسكوب قصاد الروبوت عيب بسيط، وهو في الفيجن، في الالات. الروبوت تخطى القصه دي باوبتيكال سيستم اقوى، بالات تشبه ايدينا اكتر، فيها انجوليشن. الانواع الروبوتس حول العالم كتيره جدا، اشهرهم الدافينشي، وحاليا الفيرسياس اللي هو السي ام ار. هي فكرة الروبوت ان بدل ما يبقى فيه اسيستنتس واقفين على الحالة ماسكين الالات، بيبقى روبوت او ارمز ماشينز هي اللي ماسكة الالات، والجراح بيبقى قاعد على كونسول هو اللي بيعمل من خلاله العملية. الليميتيشنز بتاعته ان فيه اجهزة لسه ما وصلتش انها تبقى كونكتد على روبوتك سيستم بنقدر نستخدمها في الريسكشن اوف ذا ليفر، وهو جهاز اسمه الكوزة. وفي اذر انرجي ديفايسز مش موجوده في كل الاجهزه بتاعت الروبوت. وفاينالي البري ريكويزيتس ان يبقى في اكسبيرينس تدريب، يبقى في زي السواقه كده حد قاعد جنبي بكونسول، احنا الاثنين على اكتف عشان نتدرب. نختار الدونرز، نختار التيم، وكله ثابت وكله هو هو عشان يقدر يبيلد اب اكسبيرينس. شكرا. شكرا دكتور احمد.